ازيكم؟ استكمالا لموضوع الاسهم العربيه، الصوره دي للاسف مش هتكبر معايا ولا حاجه، لازم التقطها، يعني اعمل تصوير للشاشه وبعدين اكبرها شويه. طيب فاصبر عليا عقبال ما اصور الشاشه دي فيها معادلات الاسهم العربيه. هنا في القناه، في قناه التليجرام اللي هي القناه دي، هتلاحظوا انه فيه الصورة وضحت أكتر. من ضمنها لو أنت بتترجم إنجليزي كده شوية، تحت كده الهاسبند اللي هو الزوج، يعني الزوج جاي إن الطالع زائد الزهرة ناقص المريخ، يبقى دي المعادلة. في سهم اسمه أكشن، دي بتيجي بمعنى الحدث، أو ممكن مقصود بها العنف، جاي المريخ ناقص عطارد. وفي سهم الانيميز الاعداء، برضو جاي عطارد ناقص ناقص القمر. الابناء جاي عطارد ناقص المشتري. الدوتر البنات، سهم البنات، يعني خلي بالك بقى ده سهم الاطفال، ماشي؟ لو انت جيت تشوف كده ده سهم الاطفال، تشيلدرين الاطفال. الدوتر البنات، الصن الابناء بشكل عام. وبعدين الريال استيت، انا بصراحة مش عارف هو يقصد ايه بريال استيت، لكن السهم ده ليه دلالات تانية. يعني الناس اللي بتفهم في الترجمة أكتر ممكن تترجم لنا يعني إيه ريال استيت دي، بس ليه ترجمة تانية أنا هشوفها، يعني هرجع للتطبيق التاني وأطبق الترجمة دي مع الترجمة دي، لأن كل برنامج ممكن السهم الواحد يسميه بأكتر من اسم. وده سهم الأب أهو، الفازر الأب والمزر الأم. القمر هنا ناقص الزهرة، وهنا القمر ناقص زحل، وده سهم الزواج، المارج للفيميل للأنثى، وسهم الزواج للذكر للميل، للميل والفيميل، ماشي؟ في كتير هنا أسهم تنهي، ثواني كده، هنا أكمل معاكم. وصلنا عند الأكيوسيشن. الأكيوسيشن ده سهم الاتهام. ثواني بس نظهر إيه لوحة المفاتيح اللي بنرسم بيها. ده الاكيوسيشن اهو، النطق بتاعه هطلع لكم النطق بتاعه دلوقتي من جوجل، هنشوف احنا بننطقه صح ولا لا. ماشي، ده النطق بتاعه اهو، الاتهام، الاتهام، ماشي، اكيوسيشن، اكيوسيشن زي ما انا قلت. طيب في هنا تحت الريال استيت، ده معناه العقارات، القمر ناقص الزحل. طيب والفرق ما بين الانيميز والنيميسيز، ده اسمه سهم الاعداء وده اسمه سهم الانتقام، والاتنين برضو من الاسهم اللي اكيد زحل داخل فيهم. يعني الانيميز جاي من العطارد ناقص القمر، وده جاي من حاكم الاول ناقص زحل. الار واحد، كلمة الار واحد، الار دي معناها الرولر، يعني الحاكم بتاع البيت الاول. الار اتنين هتلاقي مكتوب هنا كده الار اتنين، ايه الار اتنين ده بقى؟ الار اتنين هنا هو الرولر بتاع البيت رقم اتنين، الحاكم بتاع البيت رقم اتنين، حكام البيوت. ودي محتاجة بقى ان احنا نقعد نعمل لها فيديو تاني لوحدها، نقعد نشرحهم فيها كتوقيع على الخريطة، كأمثلة عملية تطبيقية على الخريطة. على العموم ايروس ده سهم الحب، ايروس ده هو اشارة الى اله الحب، ايروس ده. طيب سبيريت اللي هو سهم الروحانيات او الروح، الشمس ناقص القمر. وعلى فكرة ده بيسموه سهم الغيب مش السبيريت ولا حاجة، ولكن كل زي ما قلت لكم كل واحد بيكتب بشيء مختلف. يعني واحد يجي يسأل يقول لك ايه، يقول لك ايه الفرق ما بين سهم البنات وسهم الأولاد والبنات وسهم الأطفال؟ والله الأولاد اللي هم العيال يعني الذكور، والبنات اللي هم البنات، والأولاد أو الأطفال اللي هم الأطفال بشكل عام. يعني كم هيكون عندك بشكل عام؟ يعني اللي تشيلدرن الأبناء بشكل عام، يعني الأطفالك بشكل عام كله، العدد كله على بعضه كم طفل، طيب، أو كم ولد عندك إجمالي. والبنات والأولاد ده التقسيمة بتاعته. طيب ولو أنت ولد أو رجل صاحب الخريطة هنشوف له المارج ميل، ولو بنت هنشوف لها المارج في ميل اللي هو سهم الذكور والإناث. طيب هنا كده أنا يعني جبت الترجمات بتاعتهم، الفيكتور اللي هو النصر، الايروس بتاع الحب، والتطبيق اللي انا واخد منه الحاجات دي اسمه بلانت دانس استرولوجي. دلوقتي هوري لكم شكل التطبيق عشان اللي هيدور عليه، وبرضه تقريبا هو تطبيق مدفوع. ثواني، ده شكل التطبيق اللي هو اسمه بلانت دانس استرولوجي، هو كده هتلاقي اسمه موجود في
اسمه موجود في المتجر بتاع التطبيقات. طيب ثواني اروح ندور عليه. بلانت دانس استرولوجي هنا كده اسم التطبيق كاملا مكملا اهو، يعني هنا مكتوب بلانت دانس استرولوجي كاملا مكملا، ده اسم التطبيق اهو. طيب والتطبيق ده زي ما قلنا هو تطبيق قديم تقريبا، سبق واتكلمت عنه، تطبيق قديم يعني اخر تعديل ليه في 2017. 2017 ده يعني من 5 6 سنين، يعني 15 25 يناير 2017، احنا دلوقتي وصلنا الى 25 يناير 2023، يعني من 6 سنين الراجل المبرمج ما نزلش اي تحديثات للتطبيق ده تاني. وانا كلمته يعني بعت له رساله قلت له يا ابن ادم نزل يعني نزل اي تحديثات جديده للبرنامج بتاعك؟ قال اه اوكي ان شاء الله انا بنزل برنامج جديد وبعمل برنامج جديد، وطجع ولا نزل برنامج جديد ولا اي حاجه. يلا معلش. ده هنا الاسهم اهي وموجوده في القناه، اللي حابب يرجع لها الريال استيت ده اللي هو العقارات، الترجمة بتاعتها العقارات حسب الترجمة اللي شفتها والله أعلم. وزي ما قلت لكم انت هتحتاج تروح التطبيق تضيف المعادلات دي وتكتب بقى، تكتب ان ده اسمه اكيوزيشن يعني سهم الاتهامات، وتشوف المعادلة بتاعته سهم الاتهامات، هتلاقي ان هو مثلا القمر ناقص زحل. هو هنا بيضيف زائد بس انا معرفش هو ليه بيضيف زائد، المفروض هي زائد او ناقص، يعني المفروض هنا زائد او ناقص، الزائد دي مش زائد بس، يعني المفروض يكبر الصورة كده وما تكتبليش دي زائد بس، لا هي زائد او ناقص، تحط لي تحتها كلمة ناقص 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 كده، وتعمل لي هنا كده يعني زي ايه، ايش يسموه ده، افتح قوس، قوس زحل ناقص المشتري، قوس الزهرة ناقص المشتري، قوس القمر ناقص زحل، قوس، تحطهم في اقواس عشان المعادلة الرياضية. تعال نضيف هنا الاكيوسيشن القمر ناقص زحل، وانا قلت لكم الاسهم دي سبق وموجودة هناك في التطبيق. ثواني، هناك هو مسميه سهم الاكيوسيشن اللي هو القمر ناقص زحل. طيب تعال نمشي هنا كده مع بعضينا نشوف ايه القمر ناقص زحل. هنلاقي ان القمر ناقص زحل هنا هو سهم المرض، الالنس، سهم المرض، هو كاتب ان هو سهم الاتهامات، هو سهم الاتهامات وسهم المرض في نفس الوقت. فزي ما قلت لكم كل تطبيق او كل مبرمج او كل منجم من المنجمين اللي عمل التطبيق او اللي برمج التطبيق او اللي اتفق مع الراجل برمج له التطبيق، هو بيكتب العلم اللي عنده، ده روسي ده هندي ده امريكي ده اوروبي ده الماني، كل دولة ولها ثقافتها ولها موروثاتها في العلم الفلك والتنجيم، فمستحيل تلاقوهم كلهم اتفقوا على نفس الشيء او نفس المعادلات. انا مضطر اشرح الكلام ده كله عشان افهم الناس يعني ايه اسهم عربيه ومن فين جات وكيف وازاي والساعه كام والهبل في الجبل والهري ده كله. طيب بس اخواتي في الاسلام وشكرا.